وعودة مرة أخرى رسالة الأمير عبد الله الفيصل ومراسلتنا هنا أبو القاسم واستكمال لقاءات ما بعد المباراة. اتفضلي هنا. برحب بيك يا كابتن هيثم مره تانيه وبضيوفك الكرام وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت يا كابتن مستمرين معاكم في لقاءاتنا الحصريه، ومعي في هذه اللحظات بقى نجم مباراه اليوم الحقيقه والمباريات في الفتره الاخيره، طبعا المدير الفني للنادي الاهلي طبعا مستر ديفيد ديفيس. First of all congratulations for the great win and the great performance today. Yeah, شكرا شكرا. Today was a well a tricky day because we didn't know nothing about them. Of course, we know that in their country, handball is not the best sport. But well, even though we need to respect all our opponents, and well, until we didn't saw them and we start the match, which was a little bit, we didn't know what to expect. طبعا كابتن هيثم كنت ببارك له على الفوز النهارده ومباراه اليوم. هو قال لي طبعا ان المباراه كانت سهله اكيد، يمكن هم مش عارفين عنهم كتير، لكن هم طبعا بيحترموا كل المنافسين وقدروا يحققوا فوز اليوم. مستر ديفيد، وي وونت اولسو تو كونجراتوليت يو فور ذا افريكان سوبر كاب. Yeah, thank you. Yeah, it was a tournament really important for us and for the club because it brings the club to the world and to play the tournament when we're going to play against the best teams in of each continent. So yeah, I think it was a big opportunity for us also playing in our home. So it was fantastic and yeah, I'm really satisfied, of course. يعني طبعا كنت ببارك له على كاس السوبر الافريقي اللي فزنا بيه طبعا منذ ايام، وقال لي ان هو اكيد سعيد، وطبعا كانت بطوله مهمه وبيواجهوا اقوى الفرق الموجوده، فهو طبعا سعيد جدا بالفوز وبيقول ان هي كانت اكيد فرصه كويسه جدا للفريق. مستر ديفيد ديفيس، at the end we want you to send a message to all of الاهلي fans that really support you. Yeah, well, I will say the same that I said after the Super Cup, that any time that they have the opportunity to come to support us, that please to come and to continue in this way. Nothing else. Thank you. Thank you so much. شكراً. شكراً جداً. يعني طبعا انا كنت بقول له يوجه رساله في النهايه لجماهير النادي الاهلي، وطبعا بيشكرهم وبيقول لهم يدعموهم ويشجعوهم دايما، وطبعا يعني بيشكر كل جماهير النادي الاهلي. ده كان لقائنا مع طبعا المدير الفني للنادي الاهلي مستر ديفيد ديفيس، ولسه مستمرين معاكم، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. هلا ابو القاسم، بشكرك شكرا جزيلا.